لتقدم برهانا ساطعا على مدى حبها وانتمائها للأزهر الشريف. وهذا أمر ليس بالغريب على هذا البلد الكريم، فقد قام في العام الماضي والأعراف والتقاليد الإنسانية، فالإنسانية بطبيعتها وبفطرتها التي فطرها الله عليها تحب الجمال وتحب الحسن وتحب النظافة، والنظافة عندنا في شريعة الإسلام من الإيمان، والإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الجنة. نقوم على تعليم شباب العالم الإسلامي ندرس لهم علوم الإسلام، وتدرس لهم علوم الفلسفة وغيرها، والديانات القديمة كالمصرية القديمة والصينية القديمة والهندية والفينيقية الرومانية واليونانية، لكي تعلم وتبني شخصية الطالب بتوازن في معرفة وتحصيل المعارف الإنسانية.